السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي اليوم رح نحكي عن موضوع تاني بيتعلق بموضوع النصب والاحتيال والهكر يلي عم ينعمل على جميع الموبايلات، وهلأ حاليا موجود هذا الموضوع بألمانيا وبأوروبا، تمام، ومستقبلا رح يكون بالدول العالم كلياتها، هي إذا ما كان موجود لسه، تمام. فالموضوع اليوم بدي احكي فيه، انا المره الماضيه حكيت عن موضوع انه في حدا عم يعمل نصب واحتيال عن طريق شركات الشحن اللي هي دي بي دي ولا شركه او اس بي ولا عن طريق شركه او بي اس، مو او اس بي، او بي اس، وفي شركه دي هايل. ففي كتير صاير موضوع هكر وقصص وشغلات كتير عم بتصير. انا حكيت عن موضوع شركات الشحن اللي المحتالين عم يشتغلوا باسم هاي الشركات، بس هي مو الشركات اللي عم تعمل هذا الشيء، يعني هو باسم الشركات، الجماعه الهكر عم يعملوا القصص هاي باسم الشركات، تمام. فبامكانكم تشوفوا الفيديو، انا حاطط عندي الفيديو بالقناه ورح احط لكم هلا الرابط بالوصف، بامكانكم تشوفوا الفيديو يلي حكيت عنه المره الماضيه. هلا اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع. الموضوع شو عم يصير؟ بيجيك رساله اس ام اس عاديه على موبايلك، رساله عاديه اس ام اس على موبايلك، تمام. رح احط لكم انا هلا صور ورجيكم الرسائل، اجاني من فوق ال 60 رساله، تمام. طبعا انا بفضل رب العالمين يعني لاحظت هذا الشيء، انه انا الشريك الرسائل اللي عم تجيني من ارقام محموله، من ارقام موبايلات، تمام. معناتها هاي الرسائل اللي عم تجي ما عم تجي من شركات، تمام. فعم يبعثوا لي رسائل، هلا حورجيكم اياهم، انه شو انه في جايك رساله صوتيه فوت اسمعها، تمام. بس تفوت انت تكبس على الرابط بيقول لك حمل البرنامج لحتى تسمع التسجيل. اذا انت حملت البرنامج باي باي، ودع موبايلك، تمام. انت اذا بتحمل البرنامج موبايل ودعه، بدنا نعمل له هكر ويتاخذ كل شيء معلومات عليه، وباي باي للموبايل، تمام. فهلا رح اورجيكم انا شو الفكره يلي عم بتصير. قبل ما نبلش مثل العاده الله يرضى عليكم اللي ما له مشترك بالقناه يشترك بالقناه ويعمل لنا لايك ويشارك الفيديو لحتى تستفاد منه الناس باكبر عدد ممكن، لانه هاي شغله يعني فيها خير، انك انت عم تساعد اخوك او اختك انه ما يكونوا ضحيه هذا الشيء اللي بدي اشرحه انا هلا، تمام. فشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن، يعني مو مشان أنا يجيني مشاهدات ولا مشاركات، لا، يعني شاركوه لحتى يوصل للناس يشوفوا شو عم بيصير بالدنيا، تمام. يلا خلينا نبلش ونشوف شو اللي عم بيصير. تفرجوا يا جماعة، هاي عنا أول رسالة، اجتني هاي رسالة هيك، عم يقولوا لي إنه في عندك رسالة، تمام، وصوتية بدك تفوت وتسمع هاي الرسالة، هاي أول واحدة. شوفوا الثانية، كمان اجتني نفس القصة هاي، إنه عندك فويس ميل فوت واسمع الرسالة، وهي واحدة ثالثة، وهي واحدة رابعة، خامسة، سادسة، سابعة، اسمع. يعني اذا بدي اعد لكم ما بخلص، ما بخلص، يعني اذا بدي اعد لكم هلا ما بخلص. ردوا بعد ما يئسوا من هي الرساله، بعثوا لي رساله تانية واللي هي تفرجوا عليها. سامحوني الصوره رايحه من عندي للاسف، ما هي انا رايحه من عندي، بس بيجيكم كمان رساله بطريقه ثالثه نفس هيك، انه في عندك هي الرساله، بيقول لك انه زشا هايد كورونا، انه فوت انت وشوف التعليمات الحمايه ل موضوع الكورونا. انت بتلاقيها جاي من رقم موبايل، انا ما راح احط لكم ارقام مو مشان شيء، لانه ما بدي فوت بوجع راس، ما بدي فوت بقصص حقوق وما حقوق والقصص هي، لانه هون بهي القصص ما بيلعب ابدا ابدا هون باوروبا، تمام. فراح احط لكم، انا بس عم احط لكم شو اللي عم يصير وهي نمط الرساله، بس ارقام ما راح احط، بس اللي عم تجي الرسائل من ارقام موبايلات، كل مره بتلاقي جاي من رقم موبايل عادي، كل مره بتلاقي جاي من رقم موبايل عادي. يعني مرة بعثوا لي رسالة أنا محيت، لأنه آخر شيء أنا ما جمعت، يعني كثير عم يجيني رسائل، فبيبعثوا لك رسالة إنه في شركة أوتو، نحن عنه كلمة بألمانيا بيعرفها، شركة أوتو تبع الموبايلات،
بيقول لك انه في رساله صوتيه جايتك من شركه اوتو، فوت واسمعها. اذا انت كبست على الرابط، فوت على الرابط لك بيقول لك في برنامج نزله مشان تسمع رساله. لا، ديروا بالكم، اول ما بيجيكم هيك رساله فورا فورا تعملوا حظر بلوك، تمام، وبتمحوا الرساله. حظر وبتمحوا الرساله. الرساله اللي بتجيك من الشركه ان كان اوتو ولا انترنت ولا ادي ولا اي شركات تانية، تمام، بده تجيك منهم رساله، تمام، بتلاقيه جايك رساله باسم الشركه، يعني من اسم الشركه، ما بتلاقي جاي رقم من رقم موبايل، تمام، او اذا كان جايك من رقم موبايل بتلاقي رقم الموبايل محطوط عليه انه معرف انه هذا لشركه اوتو او كذا كذا كذا. اما هيك انت ما بتعرف شو عم بيصير هون، تمام. فديروا بالكم لا تفتحوا هي الرسائل الغريبه يلي بتجيكم. اي حدا بيجي رسائل هيك لا تفتحوها ابدا. بالاضافه للايميل، بالايميلات كمان عم يجيكم رسائل بالايميلات انه نحن بعتنا لك هي الرساله لحتى تفوت وتاكد حساب او تاكد شيء او تعمل شيء. لا تفتحوا الرساله او الرابط تكبسوا عليه يلي ما بتعرفوا. اللهم اني بلغت وحذرت من هذا الموضوع مشان الناس تعرف شو عم بيصير. فالموضوع ما له لعبه، انتوا بمجرد ما كبستوا على الرابط وفتحتوا الموبايل رح يتهكر ورح ينسحب كل شيء منه وباي باي، تمام. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم فيه وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله. بتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.